أنا أدعو الله، والله أنا تبت صحيح، كنت أرتكب معاصي لكن تبت وانتقيت. يعني أحسن الأوقات في الاستجابة، وأدعو بالدعاء المستجاب المؤلف في الكتب أنه الدعاء المستجاب كذا وكذا، وما ما عم شوف استجابة. طبعا ما بتشوف استجابة. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث طويل، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول ذي قمرين باليين، يقول يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب له. يعني صحيح هو منكسر، عم يدعي بانكسار وجود. صحيح هو يدعو بالأوقات التي ورد أن الدعاء يستجاب فيها، الثلث الأخير من الليل. وصحيح أنه عم ينتقي الصياغ الواردة التي يقال أنه يستجاب فيها، لكن كل هذا كلام. أهم شرط هو أن يكون الداعي إلى الله قد نظف بطنه من المال الحرام، هذا أهم شرط. وجد هذا الشرط خلاص، أنت ما بدك تدعي بس بقلب منكسر وبصدق وبعد التوبة من الذنوب. ما يفعله بعض الناس اليوم دائما ونسأل عنه، صحيح الصلاة النارية إذا الواحد 100 مرة صلى على النبي الصلاة النارية وجلس من كيف، وبعدين شو دعا الدعاء الفلاني يستجاب له، ما حدا قال هذا الكلام. هذا كلام مثل ما حكينا اليوم، يعني أصحاب الرعونة، إنسانة طول عمرها شاردة كذا، اجتها مشكلة مصيبة وبدها تتخلص منها، صارت دادة أبواب وتسأل الناس، قالوا له والله في شيء اسمه الصلاة النارية هذه، إذا الواحد دعا بها أو صلى بها 1000 مرة أو كذا مرة وبعدين سأل وبهالحالة الفلانية بالشكل الفلاني شو ما كانت مسألته الله بيستجيب. رأسا تعمل العمل بتنفذ هالوصفة هي، أو الرجل ينفذ هذا الأمر. أبدا مو صحيح الكلام، مو صحيح هذا الكلام النوب أصلا. هذا لا يسمى دعاء. إلا في فرق بين الدعاء وبين الطلب. المطلوب من الإنسان تجاه ربه أن يدعوه لا أن يطلب.